ند فترات كتيرة للريال، ما انت انا بتشوفها انه ايه؟ انا شايف ان النتيجه، انا ما فكرتش في النتيجه، انا تمام. فكرت في المستوى والاداء. انت بتبذل مجهود خرافي عشان توصل لل ايوه 18، هو مفهوم التاني بلعبه لعبتين بيوصل بسهوله جدا، مفهوم يعني مفهوم. مفيش يعني فنيا لما تيجي تعملها كده تكتيكيا بين الفرقتين، لا المسافه بعيده قوي شاسعه بين الاثنين. طيب اتكلمت عن الاجانب بتوع الاهلي، برونو سافيو من ضمن هؤلاء الاجانب، لكنه اول من اختفى، هو اختفى عن المشهد، شويه قال اصابه وشويه قال انه استبعاد فني، هو الراجل معلوماتنا يعني ان هو مش مقتنع بيه، اداله فرص كتيره، لعبه هنا ولعبه في النص وما لقهوش مناسب، ولا كاس عالم انديه ولا دوري ولا اي حاجه. شايف ازاي انت برونو سافيو ومدى الإضافة اللي ممكن كان يكون حققها مع الأهلي؟ يعني أنا شايف إن كل المحترفين الموجودين في الأهلي أو الزمالك يعني في السنة دي مش على المستوى. يعني كلهم؟ في مشكلة. الاختيار والعين اللي بتجيب الولاد دولت مش ما أعتقدش. يعني أنت مثلا السنة دي هتقارن المحترفين الموجودين ببن شرقي وفرجاني ساسي ونجم وحتى طارق حامد لما كان ونجم مشي، بيني وبينك ما يضربش في المثل يعني معاهم بس قوي كان يعني. مقارنه باللي جه اللي موجودين دلوقتي، لا هو ده على الاقل شويه في امل كان ممكن يعني. والله. لكن النادي الاهلي نفس الكلام، المستوى اللعيبه المحترف الافارقه اللي هم او الاجانب اللي جايين عنده ما مش دوت مش يعني. اقول لحضرتك حاجه، الراجل اللي جابوه اللي هو بتاع نص الملعب دوت الجزائري الجزائري قندوسي. قندوسي، انا اتفرجت عليه، ده لعيب نص ملعب عادي جدا، ديفندر بيلعب يعني اغلب لعبه ان هو بي حتى دفاعيا مش قوي، لا هو بيسلم ويستلم وتمريراته اللي قدام بنسبتها مش عاليه قوي كمان، وعلى الجون مش ايجابي قوي، لا يعني انت مش محتاجه في النادي الاهلي، انت عندك النوعيه دي، لا انت محتاج عنصر تاني يعني مروان عطية بالاتحاد افضل منه بكتير جدا بكتير بكتير جدا. جدا، التاني شرس وقوي وعنيف ونص ملعب، لكن التاني انا اتفرجت على الجندوسي ده لعيب كويس كده، طيب في نص الملعب بيسلم ويستلم ويتحرك، مش انت مش محتاج مبدع الكواليتي يعني ده. تقصد. نوعيه العين اللي بتختار في بالنسبه للعيبه الاهلي، انت بتجيب لعيب بكام؟ بتتكلم في ملايين الدولارات، فلازم تجيب حاجه سوبر ستار، مفهوم. لكن ما يجيبش لعيب ممكن اقعد احتياطي ولاعب واحد مصري مكانه. سامسون ايه رايك فيه؟ سيء جدا سيء جدا. جدا. وده فيما قدمه مع الزمالك ولا هو الجودة كده من لا ماتش هو واحد تعرف انا تقيمها؟ اقول لحضرتك حاجه، انا ماليش دعوه، انا بتفرج على الكواليتي اللي قدامي اي مفهوم. بحكم عليه، الراجل ده كويس لا مش كويس، لا خلاص الراجل ده بتحتاج وقت قد ايه عشان تكون انطباع عن لاعب يا كابتن ساري؟ يعني انا ممكن بعد ماتش او حاجه تقدر ماتش تحدد النقط اللي انت هتبني عليها بعد كده تمام. ويبان ده هيديك او لا. وسامسون بين لك انه ما يديش، لا ما اعتقدش ليه بقى؟ يعني يعني عايزك تحلل لي اللاعب، يعني لان اللاعب ده انا قبل ما يجي الزمالك يعني او لما جه الزمالك واحنا بقى بنتفرج عليه محطه وبيعمل هجمات مرتده وبيشوط يعني مدي بعض الامارات من فيديوهات طيب سابقه ليه. انا اقول لحضرتك حاجه، في نوعيه لعيبه ادائها بره الاهلي والزمالك بيبقى كويس جدا، لما بيجي الاهلي والزمالك طريقه اللعب ما تناسبوش. تمام. اولا مثلا في لعيب بيحتاج مساحات، انا ما عنديش المساحات دي، نادي الزمالك والاهلي بيضغطوا على الفرق، بيبقى يا دوب انت عايز زي حسام حسن وامام منصور كده ايه من ربع فرصه تجيب جون عشان تخلص، فانت ما عندكش الامكانيه ان انت تلاقي فيه مساحه 40 يارده في المدافعين بتاع الفريق الثاني عشان تهاجم وتروح ويظهر صح قدراتك، صح فنوعيه اللعيبه دي ما ينفعش مع الاهلي والزمالك، انت عايز لعيب فرويد محطه هيدرز سريع فايتنج كده، لكن لعيب محتاج مساحه عشان يجري ويجيب جون من نص الملعب الكلام ده مش هتلاقيه. فالكواليتي اللي انت بتختاره لازم يكون يعني ايه يوصل للناس بسرعه، الانديه الجماهيريه ايه صح. يعني احنا حتى المتخصصين بتوع الكوره لما لعيب بيجي لك مثلا اجنبي او محترف وبيضيع فرصه او اتنين انت ما بتقدرش تصبر عليه، خلاص انا مش هستحمل، لكن ممكن ولد من ولاد النادي اصبر عليه ماتش اتنين، لكن البروفيشنال ده جاي انا حاسس ان هو جاي حاط في جيبه كل ماتش 5 تجوان لازم يطلعهم يحطهم، فمش ما عنديش استعداد ان انا اصبر عليه ماتش واتنين وتلاته. الزمالك بدايه صعبه، نقطه واحده بس من ماتشين، يعني الزمالك برضو ماتش كبداية فرنسي رايح جاي جايين. يعني ما ال ال الدروب اللي حصل في نادي الزمالك، انا كنت بتكلم مع بعض الاصدقاء، يعني نادي الزمالك المفروض ان انت لما بيحصل عندك دروب الدروب دوت بيبقى ايه ليه بداية وليه نهاية تخلص، ما تفضلش ماشي في الدروب دوت كتير. ليه الدروب ده مطول؟
الاجواء اللي حوالين اللعيبه بشكل مبالغ فيها. يعني حتى لما يكون مثلا الموقف اللي حصل بتاع في الراجل فيريرا دوت لما او فيريرا مشي وبعدين رجع تاني وبعدين جه اسامه وبعدين رجع وبعدين الكلام دوت المفروض ما كانش يوصل للمرحله دي. انت المفروض الراجل ده يتغلب ماتش ماتشين اوكي هل هو انت اصلا عندك ثقه فيه؟ هل الراجل ده يقدر يلم الفرقه في الماتشات اللي جايه؟ خلاص يبقى يكمل. لا يمشي. لا يبقى لا يبقى يكمل معاهم. العنصر اللي عندك بتاع اللعيب نادي الزمالك انا شايف ان هو الجوده بتاعتهم قليله عن السنين اللي فاتت. انت انا زي ما قلت لحضرتك احكم على النتائج. نادي الزمالك جايب بقاله سنتين لعيبه محترفين خدت الدوري سنتين ورا بعض. ناجحين ولا مش ناجحين؟ كده تقول ناجحين خلاص. نادي الزمالك جايب لعيبه مش عارفين يبقوا الاول في الدوري يبقى ناجحين ولا مش ناجحين؟ لا على المدى البعيد هيقدروا يعملوا الكلام ده؟ على المدى البعيد هيقدروا يحققوا بطوله افريقيا؟ لا انا شايف الكواليتي بتاعتهم لا. الزمالك يعرف يعدي دور المجموعات بعد نقطه من ماتشين ومواجهتين ترجي جايين ولا شايف انه الحظوظ بقت قليله؟ لا فرصته قلت طبعا قلت. ولكن مش 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 صعبه محتاجه الشغل العادي اللي هو الطبيعي بتاع نادي الزمالك هيجهز نفسه لمباراه الترجي في بطوله افريقيا ممكن يكسب يتعادل يتغلب الكلام ده لا ما ينفعش هيبقى في لها تجهيزات ثانيه. انا داخل ماتشين عايز 6 بونت عايز 4 على الاقل ماتش ملعبي وماتش بره. رحيل امام عاشور في نص الموسم والله اصل دي بقى حاجه انا من المدرسه دي. يعني لما يكون عندي لعيب وجاي له عرض اقوى من وجوده معايا انا ما بحبش ان هو يقعد لانه هيعمل لك مشكله وهيبقى وجوده سلبي اكتر منه ايجابي الا اذا هو ارتضى ورفض. في قبل كده لعيبه جات لها عروض اعلى من الانديه بتاعتها وانديه اكبر وايه ورفض وهو حابب ان هو يقعد في الجو دوت ويكمل فيه فدي ساعتها قصه ثانيه. لكن هو لو حابب ان هو يمشي وانت قعدته غصب عنه هيحصل فيه مشكله. فانا من المدرسه بتاعت لو ولد او لعيب جاله عقد احتراف اوروبي خارجي اعلى من النادي بتاع اللي هو كان فيه فانت تسيبه يمشي احسن لك.